السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي في لقاء جديد. هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد، أحييكم في لقاء جديد مع ترانسفورمر فورج تو فايت. اليوم راح نلعب منطقة كاملة، ما راح أعوكم إلا ما نخلص منطقة كاملة إن شاء الله. نبدأ على بركة الله. البوت طبعا انا العب بأوبتيموس برايم، راح اخلص منطقة كاملة اليوم. بالستوري احنا شايفين، راح نبدأ على بركة الله. هاي قلنا تحدي بين الترانسفورمر، ترجمت لكم اياها مرانة، مجرد تحدي بالكلام بينهم. كلها فايت بدأت معركة. اتصال الأول لأوبتيموس برايم. طيب 71% من المنطقة شايفينها، راح نكمل فيها نسويها 100% ان شاء الله اليوم. بلاي نيكست المشن 71%. اقول اسكيب وابدا بالنزال. لودينج، هذا قوته اقوى من ذاك، 91. فايت، الاتصال الثاني أوبتيموس برايم الآن صارت 68% اكسبلودد، يعني مخلصين من ميشن فور. راح نروح ورا واقول له فايت. لو نلعب ساعة لازم نخلصها اليوم منطقة. هذا قوي شوية بس ما عليكم، ان شاء الله نقدر له. انتهى اتصال ثالث يا أوبتيموس برايم. اقول اروح بعدها. اقول اسكيب فايت ربير، بعدنا ربير. الرابع
كمل. كل سكيب. هذا قوي شوية، قوة 100 شايفين. كله فايت. صار الخامس. كونتينيو. كل سكيب. هذا 103 اللي هو ويند بليد. انتصار السادس لأوبتيموس برايم. كمل. تلكم اليوم راح نكون ننهي منطقة كاملة. باورفول نوت سيك نوت فوت بوت برول. عادي يقول قوة 96. ما نقدر نروح على اليسار لأنه اليسار اكو فطاحل اقوى منه، يعني القوة مالتهم توصل 400 و600. فلما نتقدم شوية بالقوة نروح على اليسار. انتصار السابع أوبتيموس برايم. تقدم. فايت. قوية هاي. سابع. صار سابع. وصلنا مشين 6. كل سكيب. فايت. صار الثامن. هي بتسعة.
شايفين ميشن 5 الحين مهمة 5 هنا. راح ارفع الميشنات اوصل مهم 6 7 8 نوصل يوم ما راح نعوكم ان شاء الله. اقول اسكيب فايت تاسع صار تاسع ميشن 5 بلاي نيكست. كونتينيو سوي ابجريد ماكو ابجريد هذا يقول العب هذا بس هذا قوته ضعيفة يعني. شلون نلعب قوة ضعيفة هرجع راح اروح هاي شوف ال شوف القوة اللي فيها مالت ال او نرجع شوية يا منطقة يا منطقة وايد مناطق ما مخلصينها احنا شايفين 756% بس هاي 100% خلصناها فراح نمشي بهاي 78 ستارت ثانية وصلنا ليفل 9 الآن الانرجي خلصت ما عندنا انرجي مو قلت لكم العاب الاندرويد لازم انرجي يعني مربوطة بالانرجي مو مثل العاب بلاي ستيشن 4 او البي سي او المهم منطقنا دعاية شباب حتى ينطينا انرجي ونلعب فايت طعنا فيديو شفنا الفيديو طعنا انرجي فتح لنا اللعب ولا وقف اللعب لان الانرجي خلصت. تلكم انا الاندرويد العاب الاندرويد تعتمد على الانرجي كله علشان الفلوس طبعا مكسب الفلوس
وهذا الانتصار العاشر. أحبتي كان هذا لقاءنا وياكم اليوم، خلصنا وصلنا ليفل 9، يمكن خلصنا ليفل 9. النتورك الحقيقة الشبكة راحت من عندي، أعتذر من عندكم وألقاكم في لقاء جديد. رجعت الآن. طيب جميل، الآن ليفل 9، خلينا نكمل ليفل 9. نقول اسكيب. فايت. طيارة جاية حامية علينا هذه. انتصار الحادي عشر، مش انتو من هالمنطقة. انرجي بغت واحدة عندنا، طبعا الانرجي بلوة يعني طاقتها طاقة. اقول اسكيب. هذا يشبه توماس ابراهيم كلش. اوف، يوم يدزونا كله طيارات. إنجاز محقق، إنجاز نادر، قائد مبتدئ، ليفل 10، وصلنا ليفل 10. ما أعتقد أكو إنرجي، خلينا نلعب. سكيب. ليفل جديد، كمل لي لان ليفل جديد. من الدش ليفل جديد يكمل لك، ينطيك انرجي جديد كامل. الان نلعب ليفل 10. شنو هذا؟ يستعرض علينا يا اخوان. شنو هو؟ لا تستعرض. اتصال 13. دام عندنا انرجي روح. سكيب. فايت. والله باص ما ادري شاحنه هذا جاني، والله مو تكون شاحنه لو تكون ما ادري شنو. صار 14، 203، مش 203 من هالمنطقة هاي طبعا. هنا رحنا منطقة ثانية.
طيب فايت، دام عندي انرجي راح اكمل. اوف فورمولا 1 هذا. سيارة سباق فورمولا 1 اوتوموس برايم ضد فورمولا 1، خلينا نشوفها. جميل، مش ثري الان من المنطقة. لا تنسون نلعب بالليفل 10 احنا الان. ديناصور المعود قوي والله. صار الخامس عشر مشينا ثري بعدنا. بلاي نيكس كونتينيو. سكيب نرجع 15 عندنا بعد. هلا بيك هلا. ستاش انتصار الان اوبتيموس برايم، ودخلنا ميشن فور من هالمنطقة. فايت صار 17. بس الاس يكون 9 هنا. سكيب حتى ما جاي اشوف خصمي قبل اطلع المعركة، اشوفها في القتال، ما اريد اتاخر عليكم. صار 18 هذا برو القوي شوية، مية قوته، خلي يجي دورية مال الشرطة.
قوية والله. صار 19 شنفور103 قوته، بدأوا يزيدون القوة، شايفين؟ كل ما تقدمنا زادوا القوة. انتصار العشرين ليفل 5 الآن. برول منافس هذا ارتمس براين دورية مال شرطة صار 21 شين فايف شايفين 68 اكسبلودد انرجي رجعنا على شغلة انرجي قرست مالها بثلاث ساعات وستة واربعين اغلى يوز شريت انرجي راح نكمله بالعشرة تعال 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 سطارة صدر هذا المشن 22 او 23 سكيب كملنا الانرجي راح نكمل طيب مشين 5 شايفين على اليمين هذا وحش جديد باريكيت خلينا نشوفك يا باريكيت قوي لا دورية جايب دورية وجاي باريكيت متنكر بدورية مال الشرطة انتصار 24 هذا 100 سكيب مية وعشرة قوة هذا بوليكون الآن صارت أقول له فايت أكمل له بالعشرة وياكم أوف جاي على دبابة قوي هذا بوليغون
دام دبابة قوي، شايفين؟ قوي. ايضا فزنا عليه توماس ابراهام 25 انتصار. كلش لما يكتلونك او توماس ابراهام يلا فك منك ما راح فكك منه الا يكتلونك. زين هذا 295، هي قلت لك انا اللي قلت لك يعني قوته 295 109 الان سكيب. انرجي 15 صارت 109 ميراج. هذا طيارة شنو؟ فرمولة مو طيارة، فرمولة. صار السادس والعشرين ليفل 11 الآن كملنا. جيد كملنا ليفل، انطانا انرجي جديدة. اوبتيموس براي صار 27 مشين 6 الان اكسبلود 29 ما بغى شيء. راتشيد خصمنا الان صار 27 او ميشن 6 شايفين. الان احنا مفترق طرق، راح اروح يمنا ميجاترون، راح اقابل ميجاترون. اقول اسكيب. وين ميجاترون؟ كون يجي ما يجي طبعا. غريملوك دز اللي شوفه، غريملوك 125 قوته. اوف والله قوي. اتلعب توماس لك يا بطل 30 انتصار. الان طلع لي مربع شباب، ما ادري شنو المربع، راح اروح واشوفه. يقول تشيست المنطقة الثانية صندوق المنطقة ديسكريبشن تشيست كونتينتس ار revealed after completing missions.
اوكي، يقول محتويات الشيست بعد ما تكمل المشينات تاخذها. بوليغون اوبتيموس برايم، كلش 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 هردك. اي اوبتيموس برايم، اي كلش لا تنطي. سدحنا صار 31 تصار على منطقة خصم الخصم 157 وميجا ترون قاعد يتحداني. تعال اريدك تجي انت ميجا ترون. بونس بوني كراشر دزالي 147 قوته. شايفين؟ طبعا هذا ما يريد الاستهانة. تشتين وياي دمرك. قاعد يرد على ميجاترون والله. طير نص قوتي نسختنا. انتصار 33 الميجاترون الاوبتيموس برايم على جماعة ميجاترون. ميشن كومبليت. This is a bot crystal open from the crystal screen to add another bot to your collection. Okay. اوف هذا 315 يعني راح يدمرني. ليفل 11 الان احنا. راح نكتفي بهالقدر حبايبي، اشوفكم حلقة جاية ان شاء الله. هذا اخوكم ماجد. الحلقة الجاية راح نفتح، شايفين المشنات كلها كملناها ومناطق جديدة مقفولة الان سوف تنفتح لنا، نلعبها بالمرة الجاية إن شاء الله. هذا أخوكم ماجد، في أمان الله.